من جهته أكد منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب خلال مداخلة هاتفية في البرنامج، أكد على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام القطري في دعم جماعات العنف والتطرف. لا شك أن الإعلام القطري كان له دور كبير في دعم جماعات العنف والتطرف، هذه التنظيمات عابرة الحدود والقارات، بعضها احتل دول والبعض الآخر أثار فوضى هددت الأمن والاستقرار ليس في هذه الدول وليس في المنطقة العربية فقط وإنما في العالم بأكمله. هذه أضرار يمكن أن نقرأها من الإعلام القطري ومن دوره الذي بثه وحشد من خلاله عبر برامج كثيرة ومحتوى إعلامي كان داعما بصورة كبيرة لكل جماعات العنف والتطرف. أعتقد أن حالة الفوضى التي عاشتها المنطقة العربية هي من مخلفات هذا الإعلام الذي بث سموما كثيرة. هذه السموم ربما استقرت في عقول ملايين الشباب العربي الذي لم يدرك في حقيقة الأمر ماهية هذا الإعلام ولا دوره ولا أثره.